يحكى أنه ذات شتاء لم يأتي بعد، ثار الرعب بين سكان الرخاء الأوروبي خوفاً من إصابة مدافئهم بالجوع، فتصمت المداخن عن حكايات الشتاء بينما يعلو دخان الحرب عند الحدود. البيوت الباردة تقتل، معكم كل الحق في هذه العبارة، فكم صنعت الحروب من ضحايا للصقيع، من لاجئين ومشردين افترشوا الأرض والتحفوا السماء وهم يعاركون الشتاء القاسي سنة إثر سنة. لا أحد يسمع صوتهم إلا عندما يموتون، فيصبحون في أحسن الأحوال دمعة في حبر الإعلام، سرعان ما تجف على أعتاب الأمم وعواصم إذكاء الحروب التي يطمئن ضميرها بحفنة من أرز وبطانيات يحتاج النازحون إلى طوابير لاستلامها، لعلها ترم عظاما يبست من قسوة الثلج الأسود حتى وإن تقنع بحلة بيضاء. وبينما نشاطر أبناء أوروبا والغرب خوفهم من سطوة الشتاء القاسي، تتقد الذاكرة بحكايات شعوب عاشت وتعيش قسطها من المآسي. هم لا يعانون فحسب من نقص في إمدادات الطاقة، بل استنفد اليأس منهم كل طاقة، وكأن الصقيع يصنع من أقدام الحفاة هنا منحوتة للبؤس. وبينما يمارس الأوروبيون حقهم بالاحتجاج على ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء فيحرقون الفواتير غضباً، أبت فاتورة الشتاء في مخيمات اللجوء إلا أن تحرق الخيم بعد أن استأنس أهلها بنار ظنوا أنها جنة الدفء المنشود، قبل أن يكتشفوا أنها قبس من نار حروب بلادهم تسللت لتكمل حفلة شواء الأحلام قبل أن تعيدهم إلى أحضان البرد ليجهز على الخدود الغضة. من حق الأوروبيين وهم يعرفون أن ميزانيات الدعم في القارة العجوز مجتمعة بعشرات تريليونات الدولارات أن ينزعجوا من أدنى الأخبار التي تطالبهم حكوماتهم من خلالها بأن يختصروا مدة الاستحمام أو أن يستخدموا فقط الأضواء الضرورية جداً في البيوت. لكن لنتذكر جميعاً أن في بقاع كثيرة من الأرض يخالك من تقول له كلمات دفء وكهرباء وطاقة أنك تحدثه بلغة مبهمة، فكم من جيل نشأ والثلج ضيف ثقيل عليهم داخل خيمة يسمونها زوراً مأوى، بينما يحصد آخر عصارة الجليد والطين لعله يجرب لدقيقتين ليس إلا طعم الاستحمام عندما تجود الشمس بشعاع يهدئ من روع المنسيين في الجبال والأودية وعند الحدود منذ 100 شتاء وشتاء. هكذا هي الحروب، في أدبياتها الكل خاسر والناس بؤساء، لكن للفقراء على من سواهم درجة حين يتحد ضدهم البلاء والغلاء وسطوة الشتاء وقسوته.